السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اش تعاودوا؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، نتوما والازواج ديالكم ووليداتكم ان شاء الله. كي درتو مع الحجر الصحي؟ نتمنى ان شاء الله تكون الامور عندكم مزيانه وما تكونوش قنطتوا، ما نقنطوش من الرحمه ديال الله سبحانه. دابا ربي فاجيها كيف ما جاتنا دابا الشده، من بعد غتجي تجي الرخفه ان شاء الله وغتجي معها الخير باذن الله. نتمنى البنات تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيف ما عارفين رمضان ان شاء الله على الابواب، نتمنوا باننا ما نتحبطوش، باننا نمشيو مع الامور كيف ما كنا عاديين، حتى ربي فاجئ من عنده، حيت ما يمكنناش نبقاو دايرين يدينا على حنا كنا وجالسين تنخممو واش غتجينا كورونا واش غادي نمرضو. الاعمار بيد الله، ولا كان ربي مكتبنا شي حاجه راه غادي توصلنا، ولا كان ان شاء الله ربي راه تيعطينا غير الحاجه اللي فيها الخير. اللي بغيت نقول لكم البنات، كثروا من الصلاه والاستغفار وربي راه غادي يفاجئ علينا باذن الله. كيف ما عارفين البنات رمضان على الابواب، وضروري الواحد يحتاج الورقه مع هاد الظروف هذه، الواحد ما تيخرجش الله يحسن العوان. الى نجيب لكم ورقه الاقتصاديه وتحضروها في البيوت ديالكم، هانتوما كيف ما تشوفوا البنات النتيجه ديالها. ما غاديش نعطيكم شي حاجه اللي ما غتنجح لكمش، وصفه ناجحه مليون بالمئه، بالخصوص الى تبعتوا التعليمات. ما تزيديش شي حاجه من راسك وما تنقصيش باش تنجح لك. الطريقه اللي غنعطيكم بسيطه، ما فيهاش تعقيدات، بثلاثه ديال المكونات ما كاينش شي حاجه. الورقه راكم عارفين ما تيكون فيها لا مقادير لا حتى شي حاجه، الدقيق والملح والماء راهم باينين. الطريقه هي الاساس هاد الورقه هذه البنات، الطريقه هي الاساس، ضروري تبعوا المراحل باش تنجح لكم. هانتوما كيف ما تشوفوا تبارك الله الكميه اللي عطاتني، وهادشي غادي نخدموه غير بنص كيلو البنات ديال الدقيق، ولا جوج زليفات ديال الدقيق. هانتوما البنات كيف ما تشوفوا الورقه راها ناجحه، هانتوما نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار. هانتوما البنات تكمشيها كيف ما بغيتي، وغادي نحلها كيف ما هي. هانتوما البنات كيف ما شفتوا، هانتوما البنات هي الورقه ديالنا، بالخصوص المملحات غتنفعكم بزاف، وحتى الحلو تخدموها كيف ما بغيتوا. يلا البنات ندوزو نشوفوا الطريقه، وسمحوا لي طولت عليكم. نتمنى كيف ما دائما الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا، ما تزقلو حتى شي معلومه. نبداو على بركه الله. ها انتم البنات هادو هما المكونات، راهم ببساطه ما فيها حتى شي حاجه. كيف ما تشوفوا عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق، ولا جوج زلايف ما يكونوش عامرين حتى للفوق، شويه ديال الملحه حسب الذوق، اسهل ما يكون البنات. نتمنى انكم ما تعجلوش وتنوضوا توجدوها. غنحتاجوا جوج معلقات ديال زيت نباتيه، بالنسبه اللي بغى ينكها بزيت الزيتون، الا كان غيخدم بها غير المالح يمكن له يعوضهم بجوج معالق ديال زيت الزيتون او معلقه كبيره ديال الزبده. المهم اللي عندكم، راه كلشي دائما تنقول لكم بسطوا الامور، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. شويه الملحه، نص كيلو ديال الدقيق، جوج معالق ديال الزيت، صافي البنات. والماء، والماء دافي بزاف، غادي البروده، ماشي بارد ولكن دافي بزاف، باش نوصل لكم معلومه. والعجينه تكون قاصحه البنات، ما تزربوش وتخويو الماء. كيف ما عارفين عندنا هي كميه صغيره ديال الدقيق. بسم الله، سهله ودغيا ان شاء الله توجدوها، ما تاخذش الوقت. غادي نجمع العجينه، نحاول نجمعها قاصحه. البنات كيف ما شفتوا العجينه راها قاصحه، ما دلكتهاش بزاف، في جمعتها بقيت معها حتى تجمعات. غنديها دابا ونجيبها واحد شويه، هي هكا ماشي بزاف، صافي البنات كيف ما تشوفوا انا هي ديتها وجبتها شويه، ما بغيتش نقطع الفيديو باش تشوفوني شحال راهي شويه، وغنديرها في بلاستيكه ترتاح. هانتوما البنات انا درتها في بلاستيكه، نخليها غير 5 دقائق، ما غاديش نخليها حتى ترطب لي بزاف، حيت الا رطبت بزاف غتعذبنا. كنحاول نعطيكم المعلومات كامله، نخليها غير ترتاح واحد 5 دقائق ونعاود نرجع لكم. البنات كيف ما شفتوا خليتها 5 دقائق، كيف ما قلت لكم البنات ما تخليوهاش بزاف، وعجنوها قاصحه راه دغيا تترخف، ولو ان ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه راه تترخف، وحنا ما نبغيوهاش تكون مرخوفه لنا بزاف.
صافي غنحيد هاد القصريه هادي. غادي نخدمها هنا حداكم كيف ما تتشوفوا، نحاول هكا نديها ونجيبها. ما تحتاجش البنات ليك بزاف، هذيك 5 دقائق اللي تتخليوها في البلاستيكه راها حتى هي تتعاون. صافي نطولها هكايا ونقطعوها على القياس اللي بغينا. نتوما البنات تتحكموا في الحجم ديال الورقه، وحتى المقله اللي عندكم البنات ضربوا لها الحساب، خصكم ديروا على حساب الحجم ديال المقله اللي عندكم. كيف ما شفتوا ونبدا نقطع هكا. نتوما البنات كيف ما شفتوا غادي ندير الكويرات، غندير على حساب المقله اللي عندي. نتوما غنبقى حتى نجمعهم كاملين ونحاول نديرهم كلهم قد قد. ضروري البنات ديرهم قد قد، واللي ما عرفاتش عبرهم في الميزان. نتوما كيف ما تتشوفوا راهم متساويين. نتوما البنات كيف ما شفتوا انا درتهم كويرات، جاوني حجم واحد. ضروري ديروهم قد قد البنات كيف ما تتشوفوا. غنغطيهم وغادي نبدا نوريكم. عندي هنايا البنات زلافه فيها طحين ومايزينا قد قد. الا درتو نص كاس ديال الطحين غديروا نص كاس ديال المايزينا على حسب الكميه ديال العجينه اللي عندكم. انا درت هنا نص كاس ديال المايزينا ونص كاس ديال الدقيق فورس عادي، وعندنا زيت هنا نباتيه. انتما كيف ما تتشوفوا غادي ناخذ البنات، نبقى ناخذ كويره ونبسطها هكا شويه كلهم. غادي نبقى نبسطو معايا هكا شويه. ما قلت لكم راها ساهله كيف ما شفتوا. ندير 6 بـ6 هما البنات. غادي ناخذ الكره الاولى وغادي نغمسها في الزيت كيف ما تتشوفوا، وغنحطها. وناخذ الثانيه حتى ينغمسها في الزيت ونحطها، وناخذ الثالثه حتى ينغمسها في الزيت ونحطها. من بعد ناخذها ونغطسها في الدقيق كيف ما تتشوفوا البنات من جوج جهات مزيان. وديك المايزينا عاوتاني المره الثانيه. ضروري راها ساهله البنات نتوما كيف ما تتشوفوا. هادو اللي ضغطت هاد 3 الاولى اللي درت فيهم الدقيق، انا دابا وحده غندهنها غير من الفوق وغنوضع فوق منها هذه اللي فيها الدقيق، وناخذ وحده اخرى حتى هي وغندهنها وغنقلبها عليها. نتوما كيف ما تتشوفوا البنات هذيك اللي فيها الدقيق ومايزينا هي اللي تجي في الوسط، اما هذه وهذه ما تيكونش فيهم. غنعاود حداكم باش تفهموا. انا وحده ما فيها لا دقيق لا حتى شي حاجه، غندهنها بالزيت ونوضع فوق منها وحده اللي فيها الدقيق ومايزينا، ونعاود فوق منها وحده اخرى غندهنها بالزيت. الوجه اللي فيه الزيت هو اللي غنديرو في هذه اللي فيها الدقيق. هانتوما كيف ما تتشوفوا الوسطانيه هي اللي تيكون فيها الدقيق ومايزينا. الطريقه راها واضحه. نعاود حداكم كيف ما تتشوفوا غندهن لهم الوجه بحال هكا، وغادي ناخذ هذه اللي فيها مايزينا ونحط فوق منها هذه، نقلبها على الوجه اللي فيه الزيت بحال هكا. تندير 3 غنبقى مستمره حتى نكمل هادو اللي عندي. الطريقه راها واضحه نتوما كيف ما تتشوفوا. ضغطوا عليهم هكا شويه. هانتوما البنات كيف ما تتشوفوا هادو هما القطع اللي حصلت عليهم. حصلت على 6 تاع القطع، ورا كل وحده فيها 3 كيف ما تتشوفوا. غادي نخليهم هكا واحد شويه، نضغط عليهم نخليهم يرتاحوا هي شويه. البنات ما كملاش 5 دقائق حاجه، ملي بغي نبسطهم يجيوني ساهلين. كيف ما قلت لكم البنات بالنسبه لهاد الكويرات هادو ديروهم على حساب المقله. الا عندكم مقله كبيره زيدوا كبروا الحجم ديالهم. عندكم مقله ديال الخبيز صغيره غديروهم صغر من هكايا. انا هاد الحجم هذا اللي درت قد البيضه، ماشي البيض الكبير، البيضه الصغيره. هانتوما البنات كيف ما تشوفوا انا خبزه في مقله عاديه ديال تندير فيها المسمن الثقيله. درت هنايا جوج ورق ديال الفرن، قسمتهم على قياس المقله اللي عندي باش نسهل عليا الخدمه. وبالنسبه حتى للمبتدئات بغيت نعطيهم الطريقه هذه باش ما يعكزوش ويصايبوا حتى هما الورقه ديال البسطيل. ها انتما كيف ما تتشوفوا البنات حاولت درتو على قد المقله.
بالنسبه لي بغا البسطيله، الورقه البسطيله مربعه، يقطع البنات هذا الورق هذا يقطعو مربع وغادي يحصل على الورقه مربعه. صافي البنات غادي نبدا نشكل دابا فيهم كما تشوفوا، نوريكم الطريقه. ناخذ داك الورق ديال الزبده ندهنوه بشويه ديال الزيت كما تشوفوا، وناخذ الكره ديالي. دائما نبداو بالاولى ونضغط بحال هكا، نعاود ندير فوق منها هكا الزيت وندهن الورق تاعي كما تشوفوا. هكا في الوسط ضروري تقادوها البنات في الوسط نيشان. هانتوما البنات كيف ما تشوفوا صافي، ونحاولوا نقادوها نديروها دائريه على حسب الكاريت اللي عندنا، على حسب داك الورق اللي عندنا. هذه بالنسبه للبنات اللي غادي تغلبهم بانهم يقرصوها فوق سطح العمل ويهزوها، كاين اللي تيغيهزها وغادي تعوجلو. داكشي باش عطيتكم انا هذه الطريقه، هذه غتبقى دائريه كيف ما غادي ديروها. وبالنسبه اللي غادي يعرف بانه يقرصها فوق سطح العمل ويهزها ويحطها فوق المقله راه غادي يقرصها عادي وديروها ضروري. البنات المعلومه اللي بغيت نقول لكم هي تكون العجينه قاصحه، ما ديروش العجينه جاريه. الا درتوا العجينه جاريه راه عرفوا بان الورقه ما تصدق لكمش، ضروري خصها تكون قاصحه باش منين بغيو نفرقوا نفصلوا وحده على وحده غتساعدنا بسهوله. صافي البنات كيف ما شفتوا انا تنحاول بانني نديرها على شكل دائري صافي. وغادي نديرها المقلاره ديالي سخونه، راه درتها تتسخن والبوطه مهيله، غادي نحط فوق منها الورقه نتاعي كيف ما غادي تشوفوا. هانتوما البنات كيف ما شفتوا انا حطيتها هنا دابا فوق البوطه عندي، والبوطه ضروري البنات تاكدوا بانها مهيله كيف ما تتشوفوا، غير تحطوها وتعاودوا تقلبوها في البلاصه. غتبقاو كل مره تقلبوها باش طيب لنا من الجهات كاملين، وملين حسوا بها بدات دينا بحال واحد الفقاعات. هانتوما كيف ما شفتوا وريتكم البوطه راه مهيله، دينا واحد الفقاعات اللي هما تيتنفخوا، وبالخصوص ملي تبدا دوك الفقاعات من الوسط نعرفوا بان العجينه ديالنا راه نشفات، لان حنا ما عندناش عندنا الغرض بانها طيب، بغينا غير تنشف لنا. ضروري البنات من التقلاب كل مره تقلبوها كيف ما تشوفوا حتى نحسوا بها بانها طابت. هانتوما البنات كيف ما تشوفوا هذيك اللي في الكاغيط راه تطيب، وفي نفس الوقت غندير وحده عاديه اي واحد يمكن له يديرها كيف ما تشوفوا. غنقرصها غير بيديه حتى نبسطها مزيان وطيب لي هذه، ونعاود نوضع الثانيه. نتوما خليكم مع الفيديو وغتشوفوا الطريقه راها ساهله. هانتوما البنات كيف ما شفتوا بدات تدي لي دوك البويوقات، تتحطي على يديك تتحسي بها بحال بدات تنفخ، ولكن راه ما محمره ما حتى شي حاجه. ضروري ناكد عليكم العجينه تبقى بيضه البنات، الا حمرتوا العجينه راه ما تصدق لكمش. بحال تنشفوها تنبقاو كل مره نقلبوها حتى توجد لينا الطريقه. هانتوما البنات انا نشفات ليا وجدات، غادي نحيدها. هانتوما راه باقا العجينه بيضه، وغادي نرش هنا شويه المقله وهذه غادي نوضعها. هانتوما كيف ما شفتوا بلا كاغيط، غير تكون يديكم خفيفه وتعرفوا كيف ديروا. سرحوها ضروري البنات تسرحوها مزيان، وضروري تدهنوا بالمقله حيت الاخرى راه فيها الكاغيط، داكشي باش ما دهنتهاش. وغادي نمشيو ندوزو باش نفكوا الاخرين. هانتوما البنات كيف ما بغيت نقول لكم انا دابا غادي هنا تبان لكم الصوره واضحه، شفتوا دوك البويوقات اللي تيديروا، لان بالكاغيط ما كانش باين لكم مزيان. هانتوما غير تشوفوها نشفات تعاودوا تقلبوها بنفس الطريقه، نبقى غادا هكايا اللي وجدات غادي نحيدها وندير وحده اخرى نبقى هكا مستمره، ونوريكم الطريقه كيف غادي نديروا نفكوا وحده على الاخرى. كيف ما شفتوا البنات هكا تبقاو غاديين، راه طريقه واضحه. انا بغيت نشرح لكم كل شيء باش تعرفوا. هذيك اللي حيدتها ما غاديش نخليها حتى تبرد، غادي نبدا نحلها دابا. هانتوما غادي تشوفوا راه تتحل بسهوله، وما تنساوش الزيت البنات ضروري دهنوها بالزيت. صافي البنات انا بديت تنحلها كيف ما تتشوفوا، راه طريقه سهله تتفكوا وحده على الاخرى. هانتوما وضروري البنات دهنوا بالزيت. هانتوما بالنسبه اللي حطيت بلا كاغيط هي هي قربت توجد كيف ما شفتوا، ونعاود نستمر نقرص وحده اخرى. كما قلت لكم اللي ما عرفاش تهزها دير الكاغيط، واللي جاتها سهله راه تحطها عاديه في المقله. هانتوما تشوفوا نوريكم حتى في المقله باش يوضح لكم الصوره. هانتوما راه تتحل بسهوله، هانتوما كيف ما شفتوا البنات راه طريقتها سهله وغتعجبكم ان شاء الله. هانتوما البنات شوفوا كيف دايره شفافه بزاف، ويدي راه تتبان منها في الصراحه، راه النتيجه رائعه. الا تبعتوا المراحل البنات راه تنشح لكم. ودائما ما تنساوش الزيت اللي حيدتوها، دهنوا يديكم بالزيت ودهنوها، ومره مره رشوا المقله بالزيت ورشوا حتى الوجه ديالها باش دغيا دغيا تفك ليكم، وان شاء الله غادي تعجبكم النتيجه. ودائما تناكد عليكم العجينه تكون قاصحه باش تنجح لكم ان شاء الله، وتفرحوا بها وليداتكم،
وراه بصراحة اقتصادية جدا، وما تتاخدش الوقت البنات نص ساعة بالعجينة بالطياب دغيا دغيا تطيب كيف ما شتو، تنطيبو ثلاثة في مرة واحدة، غير عرفوا كيف ديروا طيبوها وعطيوها الوقت البوطة، ما تكونش مجهدة وما تخليوهاش تحمر نهائيا، لان الا حمرتوها البنات راه غتعطيكم النتيجة اللي خايبة، ما غاديش تبغي تعطيكم الطوع باش تطويوها. كل ساعة قلبوها حتى تبدا تبان لكم بانها بدات تتفرق وحده على اختها، ودارت دوك البويبقات صافي، وتتحيدوها. نبقى مستمره هكا تنوريكم الشكل النهائي ديالها. كيف ما شفتوا البنات، اللي بغيت نقول لكم ضروري بانكم تغطيوها ودهنوها، الا كان معكم شي حد نتوما طيبوا وهو يحلها ويدهنها في نفس الوقت، ومره مره ديروا لها شويه ديال الزيت هكا في المقلم اللي تكونوا تطيبوا صافي. من بعد انا غادي نساليها كامله، وعاد غادي نستفها، غادي نحلها كل وحده اللي باقا لي لاصقه غادي نحلها، وغادي ندهنها بالزيت. وبالنسبه للبنات طريقه الاحتفاظ ديالها، تصبر نهار بحالها بحال الورقه ديال الزنقه كيف ما تتشوفوا، راه تنجيبوها تنخدموا بها في ساعتنا، ولا خلينا تنخليوها ليله فقط ما نزيدوش عليها، وتبقى في الثلاجه راه بحالها بحال الورقه العاديه اللي تناخذو من الزنقه البنات، وراه حتى هي تجي مقرمشه وتتعطينا نفس المذاق كي بحالها بحال الورقه اللي تناخذو من الزنقه، وراه ناجحه 100% كيف ما قلت لكم. الا تبعتوا البنات المراحل ان شاء الله راه غادي تعجبكم، وغتردوا عليها في لي كومونتير وتقولوا لي كيف جاتكم. غادي ندهنها دابا ونستفها. نتوما البنات كيف ما شفتوا تتحل بسهوله، راه تعطيكم الطوع دغيا دغيا تتحل صافي. انا هنا استفتهم كيف ما شفتوا البنات، دهنتهم كاملين بلاصه كاع اللي لقيتها ما مدهوناش، دهنتها واستفتها، ونوريكم الشكل ديالها مباشره. هانتوما البنات انا ساليت الورقه ديالي، هانتوما كيف ما تشوفوا تبارك الله كيف تتجي، راه تتجي غزاله البنات هانتوما وناجحه. نتمنى انكم تتبعوا المراحل كيف ما شفتوا في الفيديو، راه الطريقه اللي هي سهله. هانتوما كيف تتجي، راه تتجي رقيقه رقيقه بزاف هانتوما، وتبارك الله راه تنحصلوا على واحد الكميه اللي تبارك الله. هانتوما كيف ما تشوفوا خير الله ديروا بها شحال من حاجه، بخصوص هذا الشيء المالح دابا ان شاء الله غنحتاجوه في رمضان، وكما عارفين هاد الظروف هادي ما تيصلحناش نخرجوا. هانتوما البنات كيف ما تشوفوا، انا نزيد لكم حتى هادي تمن لتحت باش تشوفوا، راه كلها هانتوما كيف ما شفتوا. ضروري ما دهنوها من الزيت البنات، ضروري دهنوها بالزيت. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديالها، هانتوما راه اليد ديالي تتبان هانتوما باش نقرب لكم. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم البنات، ولا عجبتكم الطريقه ديال استعمال الورقه ديالي، ما تنساوش تخليوا لي التعاليق، وما تنساوناش من الدعوات ديالكم. وكيف ما قلت لكم البنات تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تزقلو حتى شي معلومه وتصدق لكم النتيجه بحال هكا. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو البنات، ما تنقزوش، راه بعض المرات تنساو شي معلومه وما تطبقوش وما تصدق لكمش الحاجه، وراكم عارفين اختكم هدى، ما يمكنش نعطيكم شي حاجه اللي ما ناجحاتش، ضروري نعطيكم الحاجه اللي غادي تفرحوا بها. يلا البنات نخليكم على خير، ونتمنى من الله يفاجئ علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين.